مش عارف هو في كلام تاني لحد دلوقتي مش فاهم. انا قلت اول ما قلت له انا احمل لك استاذ. ها؟ استاذ وين؟ يا اخويا جيبوك كذا كذا ايه جيبوك مش تحبوا كذا لو بيصر طريقنا. سبع امورك؟ والله الحمد لله. والله انت الحمد لله نحن. ايوه مش نية لو اشكالي. اشكالي يعني جبتوا التخت. ثم تو اسمع. اي قول لي. وليتوا كويلي ولي غلطة جملة ما عملوا حتى شيء كمعتمدين ما قاعدين بلغة أخرى بلغتنا العامية قاعدين تبدوا علي بدوا علي احنا ما نشتع الشيء هذا كيف ليش حاطين تسليش نورمالمون ما تقوموا بخدمة إلا ما تعين إلا على الدماغ أرض مسجلة، أنتم اللي عملتوا الاتفاق. إيه. عيطوا لي. إيه. عملنا لكم 1000 مراسل. إيه. القانون يقول لك في ظرف شهر يلزمكم تجاوبوني. إيه. أنتم تعرفوا رواحكم وأنكم على خطأ. إيه. مي وصلتوا في الخطأ نتاعكم. ممكن كامل نقول لي هاني مش تخص عليك. هل لازم نقول لك تفضل. شوف احنا ساعة جو منيح في ظرف 3-4 أيام. شوف مش خلاص. مش نقول لك البيت. وأنت قول لي صحيح ولا غلط؟ من اللي طارت المشكلة شوف. خرجنا لدوز أفريقيا. خرجنا لدوز أفريقيا. وش قلنا لك نحن؟ ما قلتوش شيء. قلنا لك شفتوا ما كان تسجيل وقلت راهي هذه أرض مسجلة. هذه راهي من هنا أرض مسجلة. شاديش. 163 والأخرى. 7380. صحيح. ما نجموش احنا نكذبوا ما دام قلت راهي انا مسجله انت ما عارف روحك واش تحكي احنا صدقنا من احنا ذيك قلنا كلام السيد هذا راهو صحيح راهي ارض ديبري وبالطبيعه احنا رجعنا ثبتنا ولقينا ديبري ولقينا اسمك من ضمن ال 50 ولا 60 يا ولدي حاجه لا 1000 ونحن في الوقت هذاك واش قلنا لك؟ قلنا لك خويا احنا باش نثبتوا في الوضعيه مع المصالح المختصه وكانوا نجاوبوك كي نثبتوا مع المصالح المختصه نجاوبوا وهكا ولا لا ومانيش باش نخدموها الا ما نثبتوا يا خرج المقاول نهار الثالث اش كيف المقاول؟ احنا بالنسبه لنا نحن المقاول قلنا ليه في مراسله رسميه عبد الله التجريبي شكون هو بلاي المقاول؟ اسمها شركة امين شنو شركة امين؟ هي مقاول شركة امين اسمها كيفاش امين؟ صديق معناها لا لا ها اسمها امين نتاع شكون؟ والله من تونس من تونس معناها السيد بتاعه في تونس هم ياخذوا مقاولات في الجمهوريه الكل شنو نعرف مقاولات قال اما هو كيفاش انت ثم شكون جاي وخدمك في الارض؟ عجب شي تو خرجت عند المنافق عند الخويا تو في كل راعي هذا تو نشوف انا مش مشكل تو نشوف نمشي نشوف يا بنتي يا بنتي تو نمشي نشوف ثم خدمة ولا ما ثمش؟ ثم خدمة في أرضك في أرضينا. الإشكال توا ولا أمور معناها تاع شماتة. يعني مش بيت مش نشوف الكيل كبير أنت كابو كإدارة شو كإدارة مش قلنا لا وقلنا مش مقاول تروحوا هذاك راهو في إشكالية ما تخدموش. الوقت هو شي يخدم لا هو شي يخدم باش يتحمل مسؤوليه التجاره باش نعمل توا الو مرحبا اهلا خويا اهلا سيك تلاتين كمان كسوق البلدي تهماني والله شوف انا راني عملت على سي مختار انا توا هاني باش نكمل من جريسه التجرويه ومش نرجع لك انت بالذنب كان تحب انت مش تخرج لا محمد مش تخرج لتونس باه هي تم طريقه هي تو هي الوقت عند سي مختار افهمني مليح ينجم يفكسيها لك انت تم يفكسيها لك وتصحح فيها وتهزها لمدام شو اسمها لمدام ملامي تو نهزها من عند مدام لك التاكسي هي تم في اي بلاصه في تاكسي بار ولا في
هي هذه كان تحب كانت عندك إمكانية باش تصبر علي شوي للطون اللي نوصل هذا كيف كان ثم كان ما ثماش إمكانية ولا فاكسي في صنفوة وانت وش رايك؟ باه يسمعني هاني طلبت لسي مختار توا نقول له فاكسي لك ينسق معاك انت باش تشوف نمر الفاكس هذيك علاش راني الصباح كلمته وهنا عملت عليه ولدي تعمل عليه حشيت بيت في الشبان اللي نجي نعمل عليه هنا نلقى روحي حشيت بيت في الشبان هنا هذه مو مثال يقولوا ليه خاطر توا ليه السلام عليكم السلام عليكم سيد عادل انا كوميستا هي توا هو ها قال لي صحيح وعلى اساس شو انا وش عملت انا اعطيته هو كوبي وخليت عندي لا كوبي قلت له هل هو انت عندك كوبي وانا عندي كوبي باش كي يجي ما يتعطلش نا توا في الجريسة مش نرجع للتجربة نرجع لكير نرجع لكير نتقابل في تجربة باه امريكا لك امريكا باع يا اخويا باع اللي بتقول دلوقتي يا رحم والدي تعيش شكرا سامحني السجلية الحق بس ما باع تعمل ايه في الجبانة كما المقصي المقاول هذا قلنا له نواصل بلو هذيك البلاصة هذيك رايت فيها مشكلة ما تخدمش طبش يخدم وانا في شرطون بينا حبيبي شرطون بينا مش مدور جم هو حل يخدم ها هو حل يخدم معينة هذا هو اللي يقصده انا مش نشكي بك انت شخصيا اشكي انت خاطر لازم تعطينا تو شكون المقارن هذايا والمقر الاجتماعي نتاعو هذايا مش بخدمتين انت وقالوا تنجم تمشي للتشخيص ولا تروح للمدرسه التشخيص قالوا ما عندناش قالوا ما عندناش تسمعها متكتمين على كل شيء واحده من وقت ما تجريس للولاية للتشخيص خاطر شكينا رئيسة الحكومة رحت رئيسة الحكومة للتشخيص كلمني المدير الجامعي بتاع التشخيص يقول لي كيفاش تشكي الريم وقال لي تو نفكر فيها كيفاش هو ما عنده مش يعرف بلغة أخرى قال هاني ياك قال لي تو نوريك كيفاش تمشي كل واحد من حقه يشكي انا باش نقوم بقضيه انت ما كنتش اسي مختار شوف الوقت اللي عندك هذيك تنسق مع عبد الطيب فهمني ملي وتفاكسي هالي عندهم فاكس هما عبد الطيب في التشغيل تفاكسي هالي باش انا نمشي يجيني هو التجويد تاع المقابل هاي تفاكسي الورقه اللي خليتها لك هذيك باش يجيني هو التجويد بصح انا خاطر انا جاتني خارجه ايجونت مش اسمه هون بيت مع عبد الطيب عمل اكسيدون خرجت لكن ما كنتش مش نخرج يعني كنت قاعد غادي في اليوم نهار كي الولايه ما زدت معايا حتى شيء معناها فهمتني هي عندك موجود الفاكس اسمعني امشي سير ملجي للفاكس هذاك ما نبداش نصاحبك امشي سير ملجي 30 نمبر قول لهم بعث لي فلان فاكسي الورقه هذه للفاكس اطلب عبد الدين ثلاثة من الفاكس اطلبوا توا عبد الدين اي هي هم نشوف هم يشيك وقت تقرير هذاك نشوف المختار بالله ورجع لي قول لي وش يعمل ما تخلينيش بعد نطلب نقول لي راه ولا لا فاكس لا لا واحد نقعد نبرمس انا وراجل نشوف وش ممكن لا الورقة عندك انت هزيتها معاك هاي هجبتها خوي وخبت وكلم من الله يقول لي هاني فاكسيت ولا راني باش نتعلم لا بليس عندك في مدير المشروع بتاع الجريسة شكون؟ انت عاتي المشروع سي اشرف شنو؟ ها؟ شنو هو اللقب نتاعك؟ مانيش هو اللي دارش تقول لي هكاك هو